الحمد لله الكريم الودود، الملك المعبود، المعروف بالعفو والكرم والجود. أحمده سبحانه على ما اتصف به من صفات الجلال والإكرام، وأشكره على ما أسداه من جزيل الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقواه سبحانه وتعالى سعادة في الدنيا والآخرة وفلاح في الدارين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون عباد الله، خصلة عظيمة من خصال الدين الرفيعة العلية، وخلة مباركة كريمة جاء التنويه بها والحث عليها والترغيب في فعلها، وذكر عظيم ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه خلق العفو، والذي هو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وهو سبب في مغفرة الذنوب والفوز بالجنة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى. As we have mentioned, one of the greatest qualities and elevated noble manners that our deen has encouraged us to follow, in which Allah subhanahu wa ta'ala, through His Qur'an and on the tongue of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, have mentioned the great reward of, is pardoning and forgiving. It is one of the greatest attributes of a believer. He says subhanahu wa ta'ala what it means: but forgive them and overlook their misdeeds. Verily, Allah loves those who are good doers. It is a reason for the forgiveness of our sins and to be the winners of the ultimate paradise. Allah Jalla wa'ala says what means and what translates: and march forth in the way which leads to forgiveness from your Lord, and for paradise as wide as the heavens and the earth, prepared for the pious, those who spend in prosperity and in adversity, who repress anger and who pardon men. Verily Allah loves the good doers. He also says subhanahu wa ta'ala what means and what translates: let them pardon and forgive. Do you not love that Allah is all forgiving, most merciful? We said the people who forgive and pardon are the closer to being pious and righteous, as he says subhanahu wa ta'ala what means. And to forgive is nearer to piety and righteousness. وَلَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى سَجِيَّةَ وَخُلُقَ وَطَبْعَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. قال جل وعلا: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. فليس من طبيعتهم الانتقام من الناس، بل العفو والصفح عنهم. والعفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفة أتباعه بإحسان. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي وصححه الألباني. قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العفو سبب للعزة والرفعة في الدنيا والآخرة،
ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد يرى بعض الناس أن العفو ذل ومهانة وإهانة المرء لنفسه أمام الناس، وأن العزة في الانتقام، وهذا والله مجانبة الحقيقة. فالعزة إنما هو في العفو كما في الحديث السابق: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزة ورفعة وسموا في القدر في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى mentioned to us the innate nature of the true believers, the sincere ones. What is their character? What is their norm? He says subhanahu wa ta'ala what means. And when they are angry, they forgive. They do not seek revenge against people. Rather, they pardon. Because pardoning and forgiving is one of the highest morals and characters. It is the character of our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and the character of those who followed him with perfection. The mother of believers, Aisha radiallahu ta'ala anha, she was asked about the character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. She said, he was neither obscene, nor one who uttered obscenities, nor screaming in the markets. He would not return an evil with an evil, but rather he was pardoning and forgiving. The hadith collected by Tirmidhi and authenticated by Al-Albani. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam also showed us that forgiving is a reason for glory and honor in this dunya as well as in the hereafter. In Sahih Muslim, under the authority of Abi Hurairah, may Allah Ta'ala be pleased with him, he said, the Prophet, or the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, says, wealth does not diminish by giving charity. Allah subhanahu wa ta'ala augments the honor of one who forgives and one who displays humbleness towards another, seeking the pleasure of Allah. Allah exalts him in ranks. Some people might think that pardoning and forgiving is a reason for a person to embarrass and humiliate himself in front of others, or to be disgraced, when in fact, that is the opposite. True honor and pride, ya ikhwa, and humbleness is to forgive and pardon, as it was mentioned in the previous hadith that we just mentioned. أيها الموحدون. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنهما عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله جل وعلا وأجره وما سيناله على عفوه، هان عليه ما سوى ذلك، وتخلق بخلق العفو المبارك لينال رضا ربه والفوز بجنته والنجاة من عقوبته. Under the authority of Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani, he said his father رضي الله تعالى عنه narrated, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, whoever, the one who suppresses anger and has the power to give effect to it, will be called by Allah subhanahu wa ta'ala to the forefront of the creatures on the day of resurrection, and he will be asked to choose any of the hur of his liking. The hadith collected by Abi Dawood and graded as Hasan by Al-Albani. If the believer remembers this standing before Allah subhanahu wa ta'ala and this great reward, everything else becomes easy for him, since the ultimate goal is seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and being the ultimate winners of Al-Jannah. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. Brothers in the back, make room for your brothers. الإخوة في الخلف تقدموا.
الحمد لله العفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من شاء من شاء من عباده لمحاسن الأمور وما فيه من عظيم الأجور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه الذي بعثه الله بين يدي الساعة داعيًا إلى هداه، فبشر بكل خير وأنذر من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا واعلموا أن أعلى العفو الممدوح هو العفو عند المقدرة. والأنبياء والرسل عليهم السلام أوذوا في سبيل الله كثيرا فصبروا وتحملوا أذى قومهم، وليس ذلك في مرحلة الضعف فحسب، بل في مرحلة القوة والقدرة والتمكين، وذلك هو كمال العفو، العفو عند المقدرة. فنبي الله يوسف عليه السلام لما مكن في مصر عفى عن إخوته، فقال مخاطبا لهم: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تعيير عليكم ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكن لكم عندي الصفح والعفو. ويعقوب عليه السلام عفى عن أبنائه الذين كادوا له ولابنه يوسف، وذلك حينما اعترفوا بخطئهم وطلبوا منه أن يستغفر لهم، فعفى عنهم ولبى طلبهم فقال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وخاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان العفو والصفح من أجل صفاته، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ القمة والدرجة العالية الرفيعة في العفو والصفح، كما هو شأنه في كل خلق من الأخلاق الكريمة. فكان عفوه يشمل الأعداء فضلاً عن الأصدقاء. Fear Allah subhanahu wa ta'ala as he should be feared. And acknowledge that the highest level of forgiving and pardoning is that when you are able, you have the power to retaliate. We mentioned that the prophets and messengers alayhim as-salatu was-salam were harmed in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet they practiced patience. Not only when they were weak, rather when they were powerful, and when they had the upper hand, they were still forgiving. Yusuf alayhi salam, when he ultimately and eventually became like the minister of finance in Egypt, and he had the power, he had the authority, yet he alayhi salam forgave his brothers. He said to them, "No reproach on you this day." He would not slander them. He would not break the ties of kinship between him and them. He would not destroy the brotherhood. Rather, he forgave them. Ya'qub alayhi salam, when his own children plotted against him and his son Yusuf, they acknowledged their mistakes and shortcomings. They sought forgiveness from him, asking him to ask Allah subhanahu wa ta'ala. He answered their call, and he said to them, "I will ask my Lord for forgiveness for you. Verily He, only He is the all-forgiving, the most merciful." And the leader of all prophets and messengers, our messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, from the greatest of his qualities and characteristics was forgiving and pardoning. He reached the most high level. He was so supreme in forgiving and pardoning as he was in all other characteristics and manners. He not only did he forgive those who were close to him and friends and allies and companions, rather he sallallahu alayhi wasallam also would forgive the enemies. فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ وَتَحَلَّوا بِهَذِهِ الْخَصْلَةِ الْكَرِيمَةِ وَسَلُوا رَبَّكُمْ
جل وعلا العفو والعافية، فإن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات ووقوع في بعض الزلات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. I remind myself and everyone to exercise these characteristics and manners of forgiving and pardoning, acknowledging and remembering, ya ikhwa, that we're human. We have faults, we have shortcomings, we make mistakes in abundance. We are all like that. Therefore, we should all be forgiving and pardoning. We ask Allah Jalla wa Ala to make us from those who are forgiving and pardoning. We ask Him Subhanahu wa Ta'ala to shower us with His bounties, with His provisions. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن اللهم معهم برحمتك ومنك وكرمك وجودك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة فإن الصلاة عمود الدين.